تبارك الله عليك بشرى. الله يبارك فيك. حتى حنا كنفتخروا بك. شكرا. وبهذا الانجاز ديالك، وانت تبتي للناس بانه السن مجرد رقم، لانك مازال تبارك الله في كامل اللياقه ديالك، ومازال كدير الرياضه، ومازال كتبعي الحلم ديالك، مازال عندك احلام اخرى، مازال انجازات كتمني تحقيهم. مازال ان شاء الله، يعني في سلسله الهيمالايا كاين واحد 14 القمه اللي فاتت من الاف. انا الان تسلقت جوج منها، وتنتمنى نزيد نتسلق شي وحدين اخرين ان شاء الله. كاين مخاطر كثيره كنظن ياك. بزاف كاين مخاطر كثيره. دابا هاد القمه اللي تسلقت مؤخرا انا بورنا فيها مخاطر كثيره، منها انها تتكون الانهيار الثلجي لي زافالونش، وحنا تندوزو في وسط الممر ديالهم، يعني ممكن جدا تجي افالونش تديك، بحيث ان عدد الوفيات في هذه القمه 1 على 4، يعني وتقريبا اللي تمكنوا انهم يوصلوا للقمه اقل من 300 واحد في العالم، يعني بالنسبه للصعوبه يعني ديال الجبل. يعني كتبداي هذا التحدي وانت دايره بين عينك بانه يعني الفرضيه ديال الوقوع حوادث ممكن. حوادث ممكن، ممكن جدا، يعني ما انت غادي، ولكن خاص الانسان تكون عنده واحد الشجاعه. وحنا عندنا كمسلمين الثقه بالله سبحانه وتعالى، يعني تنعرفوا بان ما غادي نموتوا حتى يفنى الاجل، نقدر نموت وانا في داري كي بحال ما ممكن نموت وانا في الجبل، ماشي مشكل. شحال العلو ديال هذا الجبل مثلا؟ 8000. هذا اللي تسلقت مؤخرا انا بورنا 8091. 8091. انا جالس ودخت. انا عندي مشكل واحد الفوبيا ديال العلو، البلايص العاليه ما كنقدرش تنطل منهم، عندي مشكل كبير ديما مع العلو. شنو ندير دابا باش نعاد؟ هو كاين التقنيات. يلا معايا ونجربوا. باقي ما تسلقتش، شنو الحل؟ شنو الحل؟ كاينين تقنيات اللي ممكن الانسان دابا خاصو يبدا يدرب شويه بشويه، حتى تيعود راسه وتيعود الجسم ديالو على العلو. هذه الطريقة باش نديرو حنايا. خاصني دابا نعود راسي ولا لا؟ خاصك تمشي بعدا تبدا دير بطبقال القمم الأخرى وعاد المرة الجاية يلا معايا. نعود راسي على كيفاش نطيح ولا كيف؟ غادي نشوفوا لحظة وصول ديالك لقمة جبل أنابورنا، نشوفوا هذا الفيديو هذا ونرجعوا. أنابورنا تجلية الإنجاز، المغاربة كاملين هو جلالة الملك على راسهم، والمغربيات بالخصوص، المرأة المغربية العربية الإسلامية. ياس عاش المغرب. بارك الله. فيديو جميل ومؤثر. أنا بغيت نعرف الإحساس ديالك في هذه اللحظة هذه. في ديك اللحظه بصراحه كانت مشاعر الفرح، لان ديجا كنت بعدا يعني 15 ساعه باش نوصل من الكونكا حتى للصومي. كتوقفي شويه ترتاحي ولا من بعد ساعتين تنوقفوا واحد 5 دقائق يعني تقريبا ولا 3 ساعات. وكتاكلي ولا ما كتاكلي؟ الا كانت شي حاجه خفيفه دغيا دغيا. هنا ما كنتيش صايمه؟ لا لا ما كنتش صايمه، لان كان صعيب باش نقدر نصوم في رمضان. داز هادشي في رمضان. ولكن ملي وصلت بصراحه كنت فرحانه بزاف، لو فات انني حققت هذا الحلم انني وصلت لقمه أنابورنا، وانني نشرف بلادي ونشرف المراه المغربيه والعربيه والمسلمه ونهز الرايه. كانت فرحه كبيره بصراحه. كل واحد فيكم بغيت يقول لي اليوم لمن كيهدي هذا الانجاز ديالو. نبداو مع صوفيا البقالي. الانجاز بين عينيك اول واحد ولا وحده كتفكر انك تهدي هذا الانجاز، لمن كتبغي تهديه؟ فصراحه كما قلت لك، انا لما وصلت لخط الوصول فتذكرت بزاف ديال الحوايج دازوا عليا يعني صعاب باش انني وصلت للمبتغى ديالي. فلما وصلت اول حاجه انني غادي نهدي واحد الميداليه اللي هي غاليه للوطن ديالي البلد ديالي اللي كان متشوق ميداليه ذهبيه، لان صافي لونطون ما خد المغرب واحد الميداليه ذهبيه في العاب اولمبيه. فمباشره انا هديت الميداليه ديالي في تصريح حصري للوالدين ديالي وصاحب جلاله نصره الله
من الالعاب الاولمبيه وكذلك كاع الانجازات ديالي اللي كنحققهم، فدائما كنهديهم الشعب المغربي كذلك وكنهديهم سيدنا الله ينصرو والوالدين ديالي كذلك. خديجه المرضي. ما خلى لي اخويا سفيان مرقول، يعني كذلك كنهديو الانجازات ديالنا الرياضي الاول صاحب جلال الملك محمد السادس الله ينصرو والوالدين اللي جابونا لهاد الدنيا، ويعني اي واحد دار معك قد هكا في المسار ديالك الرياضي كتقول له شكرا وكتهدي لي الانجاز ديالك. تبارك الله عليك. لاله بشرى. كيف حال ما قلت في الفيديو، تنهديه المغاربه كاملين وعلى راسهم جلاله الملك الله ينصرو والوالدي ديالي والعائلتي والمراه بصفه عامه. زيدي تريني شويه تاعك يا ناس، زيدي تريني. زيدك ما غاترينيش من الشرجم، عمر بغيتي بغيتي تهبطي لتحت نشوفوك الرجاله تما عيطتي. كاين شي لونطري من الشرجم، زيدي تريني شفتي باش طيحي شويه زيدي. واش غنطيح طيحتي هي المغرى؟ خويا الشحمه اللي كتعدي طيحتها ليا، العم اللي كان عدي طيحتيه ليا، اش بغيتي بقى الفاط اللي غنطيحوه عليك دابا؟ تريني شفتي تريني شوف زيد تجريها. اي اي دو اي تخوا اي كات. اه اش هادشي؟ هذا سبور. ويلي على السبور هذا راه القبض هذا. هذه سميتها الفتنة. ها ويلي على الفتنة. فيتنيس. فيتنيس ما كيكون فيها بزاف ديال الناس، هذه فيها أنا وياك. سكتي سكتي. هدا هدا هدا. ويلي 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 نهار كبير هذا. أنت شمن نهار كبير هذا؟ نهار فيه البروتين. عرفتيهم؟ عرفتهم أبطال. آه أبطال جاونا. أنا عرفت الزوجات. شكون هادوك؟ هادي هي اللي خاصني نمشي نتريني عندها وسطانيه. ليش؟ هادي كدير البوكس حتى هو خويا هو اللي ينفع معاك التاريخ. وهادي اللي من هنا؟ هادي اللي من هنا حتى هي خاصني نمشي عندها. اش كدير هادي؟ هادي كتسلق الجبال خويا، ما حد انا قصيره حداك وانت طويل ما كنعرفكش اش كدير. انا في دار غفلون غادي انت ديما نطلع الفوق ونعرفك اش كدير. مزيان. وقول لي هذا اش كيدير؟ ويلي ما عرفتيش هذاك؟ لا. هذاك البقالي. اش كيدير؟ كيدير الجره. واش كيدير الجري؟ ويلي ويلي فخبارك اول ضيف كيجي قبل الوقت ياك معجه. هذا سيدي داروا معاه مع سته 12 وهنا تبارك الله. هذا ما عندوش رجلين، هذا عنده موتور ديال 96. اللهم بارك لك. ها شوف خدامين عاجبيننا الله ينصركم. ها بونجور جاكم. هنقدم لكم راسي انا احمد كوتش، هذه الزوجه ديالي حتى هي كطير في هادشي ديال الجره. واش كدير الجره حتى هي؟ كتجري مع كلشي، ها اللي غادي بمي كتجري معاه، اللي داخل تجري معاه، هادي والخبار اللي عندك ما عاد المقدم هادي. عزك تضحك عليا عباد الله، وانا نقول لك اللي عندك شي هذا الجره اللي كيجري مع العيالات ديال الدرب، والله ما كنجريو معنا. لا ما كاينش. السميات عارفهم عارفهم فين ساكنين، ها؟ السابق واعرف الصيباق. لا السيباق واعرف. واعرف. عشان يكون كندوي مع العيالات يتسابق معايا في الهضره. ها لا ما كايناش هاد الهضره ما كايناش. والمسؤوليه ديال الدار شكون اللي كيجري فيها؟ ماشي انا. الدراري نجري معاهم، نجري مع الوراق، نجري في المقاطعه، ما نخلي فين نجري. في الاخر قال لي اجي ردك عداءه. داك انا ماشي عداءه، درت تعدو وليت تفيقني الصباح تفطرني بخصه، يغديني بخصه، يعشيني بخصه. قال لك حق ما حق الريجيم. شكون كيجري الريجيم؟ واش تعرفي في هادشي؟ هذاك راه الموت البطيء. واش باغي تهنى مني؟ لا لا ما كايناش هاد الهضره ما كايناش، ما تجيوش عليها. شوف راه غادي نحل الصال هنايا في البيت عندي في الصالون، واش تجي تريني ومرحبا بكم. ديروا معايا كولوبوغاسيون. ولا بغيت يبقى فيكم على الراس جي وعد. والله يبغي نسولكم واحد السؤال، انتم شنو كتاكلوا في الريجيم؟ السي البقالي شنو كتاكل؟ كلشي كلشي كلشي. شي هادي؟ تا المرقة. تا المرقة. بوب. شوف شو الناس شي وسطانيه اش كتاكل؟ هذيك باينه كضرب اللحم الراس، كتعطي الوجه. هذه اللي كدير التسلق. هذيك علمه مسكينه مسكينه باش تبقى خفيفه من الجبال. ايوا دخلي تشربي الماء تاتي باش تخفافي. والله ما غنمشي ندريني معاك. دخلي تشربي الماء. وانت خليني. سمحوا لي. وي درتي لنا الشوا هنا. ايوا شرب الماء. تبارك الله عليكم. الله يحفظك. انا فرحان بزاف بهذه الحلقه معكم. الا قلت لكم تعرفوا شويه على الشخصيه ديالكم بعيدا على الاضواء، كيعرفوكم الناس كابطال رياضيين، ولكن نجي نعرفوا شويه سفيان البقالي. شنو كيعجبك؟ يعني عندك شي هوايات اخرين
بالفعل شي حاجه ما كنعرفوهاش. فانا فاش كنسالي لا سيزون ديالي كنفضل اول حاجه كنبغي نسافر. كتبغي تسافر؟ كنبغي نتلاقى صحابي يعني اللي كبرت معاهم ومازال حد الان. كتاح لي الفرصه كنمشي للحي ديالي اللي كترعرعت فيه، كنجلس مع الدراري ديال الحومه اللي كبرت معاهم في مدينه فاس. مدينه فاس بالضبط، حي المرجى. يعني كنلقى راحتي مع واخا مشيت للبلايص بعاد خصني نرجع ضروري لديك الحي هذاك. ما تبدلتيش على صحابك من مور الشهره؟ لا بالعكس، من مور الحمد لله. صوفيا البقالي واحد البطل اللي متواضع، يعني كنفضل نعيش حياتي متواضع رغم انني اصبحت بطل اولمبي، ولكني باش غتفيدني. فانا بغيت حب الناس يكون ليا اكثر من اي حاجه. خديجه المرضي، خديجه المرضيه. خديجه انت عندك شي هوايات اخرين من غير البوكس؟ وكيدايره خديجه المرضي في دارها؟ دابا في الدار ما تعرفنيش، تقول هذه ماشي خديجه. كيدايره خديجه المرضي في دارها؟ كدير شي هوايات؟ الكوزينه عندها الوقت لوليداتها؟ بالنسبه لي كتكون عندي يعني شي كومبيتيسيون، صراحه كنعطي 80% للكومبيتيسيون. كنبغي نشكر اللي شاد ديالي البنيتات ديالي، حيت عندي ثلاثه البنيتات، إلهام 10 سنين وفاطمة الزهراء 5 سنين وسلطانة سنة. تحيه لهم. ويعني كنشكر الاب ديالي وزوجة الاب ديالي اللي شاده ليا سلطانة وفاطمة الزهراء، ودايره معايا واحد الخير كثير. وكنشكر سناء سليك هذه سلطانة الصغيره. وكنبغي نشكر سناء سليك اللي شاده ليا إلهام، فاطمة الزهراء اي الله يحفظهم، وإلهام الكبيرة. صراحة نعطيهم حياتي، نعطيهم روحي باش أنني نكبرهم. بالنسبة للهوايات ديالي، اللي عزيز عليا نبقى نغني، أنا في الدار ونغني، نبقى أنزل عليا الحلاقة هكايا شي حوايج. قلتي لي في الدار ما تعرفنيش. كنطيب كوزينة، نعاودشك كنطيب. لا عاودي لي. لا ما نعاودش. انا بغيت نعاود لك، خاصني نحط لك شي هوايات. اشنو شي هوايات اللي كديري؟ المهم اللي كنتقنها بزاف هو الطعام، وديك الستايله ديال الحوت. برافو. واش قالت لينا تنغني، نعطيوها الميكرو تغني. اش بان لكم؟ انا كنغني غير في عائلتي ومع الزوج ديالي. ولكن انا نقول لك واحد الحاجه، شتي انت غتغني والصوت ديالك كيف ما خرج غادي نقول لك زوين، حيت اصلا ما نقدرش نقول شي حاجه اخرى. اش بان لكم تسمعوها؟ خديجه شنو تغني لنا اليوم بصراحه؟ صراحه ما دامنا احنا في العرس الاولمبي والعالمي يعني هو خديجة المرضي. شكرا الفرقة الموسيقية. هاشكي. إذا الفنانة خديجة المرضي، أنت إن شاء الله الألبوم الجاي ديالك فاجأتيني في راسك، فاجأتيني. وأكيد أن الجمهور اللي كيتفرج فينا حتى هو تفاجأ. كي جاكم صوتها؟ أشوي. برافو. كي جاك البشرى؟ الله يعطيك العافية بصراحة. ياك فاجأتنا. تفاجأت أنا. ماشي غير في البوكس ولكن حتى في الغناء ما شاء الله. حتى في الغناء والعرب ديالنا زوينة. زعما ما تدربات ما والو. خويا شنو بان لك سي سفيان؟ فنانة رائعة. نديرو لها شي ألبوم. إلا ما صدقاتش تقلب لا بوكس. الألبوم الجاي ديالي هو الألعاب الأولمبية باريس إن شاء الله 2024. إن شاء الله. كنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. انا ما كانش كون درتي لنا شي حاجه اخرى. كتغنيهم كلتهم؟ كتغني المغربي؟ انا كنحز عليا كنغني على ماما بزاف. بحالاش؟ بحال نديرو ديال سعد المجرد، ديال ميمه، وليدك لاباس، سفيان بقالي راه لاباس. بارك الله عليك. يلا اوكي. واخا. انت غتصيفطني. تحية للزوج ديالي. تحية ليه. المهم
ما قالش تحيه للزوج ديالي، قالتها تهديد، تحيه للزوج ديالي. ها لا لا توك لايك شحال كنت تجي في بالي وحشك يغلب عليا، نبكي ونقول مالي اجداني هادشي ليا، فرقتنا الغربة هذا مكتب الله علينا. لا تبكيش يا ميمتي دموعك غالين عليا، خديجة ممكن ناخذ معك شي سيلفي؟ غادي ناخذ شي سيلفي معكم. سير ما يمكنش، انا فاجئتوني في هذه الحلقه هذه. تبارك الله عليهم، تصفيقات حر الله يحفظك. تبارك الله عليكم. مادام غنيتي على الميمه، انا عندي واحد المفاجاه اليوم سفيان، ومن بعد عندي واحد المفاجاه اخرى. نشوفوا حالا واحد الفيديو. السلام عليكم، انا ام سفيان البقالي البطل الاولمبي، وانا فرحانه به لحقق الحلم ديالو ان شاء الله اللي كان كيتمناه من صغره، ونتمنى له التوفيق والمزيد في المسيره ديالو، وانا راضيه عليه ولعقنا ان شاء الله لهذه البطوله بطوله العالم الجايه، والله يرضي عليه. كانت هذه رساله الام ديالك، شنو تقول لها؟ ما نقدرش نقول والو، لان اللي خص رشيد الناس يعرفوا هو في لو سبور هو نيفو صعيب، لان انا بعدت على والدي صغير، لان في سن 17 عام مشيت كنتريني بوحدي، يعني في لي ستاج، يعني بعيد عليهم بزاف، خرجت من القرايه، ما كندوش وقتي معاهم بزاف. واحد الحوايج خايبين كيوقعوا هو انني فاش كنبقى في لا كونسونطراسيون 100% فاش كنجي ديك الوقت الراحه انني نشوفهم ونجلس معاهم باش نشبع منهم، ما كنقدرش نجلس، لان النفسيه ديالي ولفات داك الروتين ديال انني كنتدرب كنسد عليا كنبقى بوحدي، فصعيبه بزاف. لدرجه هذا الشهر هذا من بعد ملتقى ديال الرباط انني فزت، وكانوا معايا في مدينه افران، يعني معايا في نفس المدينه، ما كنشوفهمش هما معايا في نفس المدينه، يعني عندي طقوس ديالي، خصني نمشي نرتاح، خصني نمشي نتريني. قد كرات بطوله العالم، شافتني كيفاش مركز، وشافتني كيفاش كنتدرب، وكيفاش ما كنجيش للدار. ف الله يخليها ليا، والله يخلي لجميع المغاربه الامهات ديالهم ان شاء الله. تبارك الله عليك. عندنا ايضا فيديو لبشرى، بشرى بيبانو، نشوفوا حالا. بشرى لاباس عليك؟ دايره لاباس الحمد لله على سلامتك، تنفتخر بك ديما، وملي تتمشي وانا مخلوعه عليك، وانا تنفكر فيك، وانا ديما للناس ناعسين وانا تندعي معاك، والحمد لله على سلامتك اللي مشيتي وجيتي بخير وعلى خير، والله يكمل عليك بخير وتبارك الله عليك، ومفتخره بك بزاف بزاف، وتنقول عندي بنتي بشرى الحمد لله والشكر لله. مفاجأة زوينة بزاف في الحقيقة، الله يخليها لي مي. هي من أكبر الناس اللي كانوا تيساندوني وتيوقفوا معايا، ودائما تنقول تنوصل داك الجبل وفي الأمان وترجع
بالدعوه ديال الوالده ديالي مسكينه اللي دائما ملي تمشي وهي مخلوعه وتبقى تدعي، والحمد لله ملي تنرجع بسلام تتفرح بزاف مسكينه. الله يخليها لي. الله يخليها لك. وانا بحال هاد الناس اللي بغيتهم يبانوا وبحال هاد الناس اللي بغيتهم يطلعوا، هذه اللي تبارك الله طلعت القمم الجبال، ماشي شي وحدين طالعين في طوندونس بالخوان الخاوي، ياك ولا لا؟ هادو هما الناس، هادو هما الناس اللي خصنا نديروا عليهم الاضواء، وهادو هما الناس اللي يستاهلوا اننا نبارطاجيوهم ونشوفوا الفيديو ديالهم. نتمنى ان الحلقه تبارطاجا، وهاد الناس اللي قدامي اليوم وصلوا بواحد الكفاح وطموح وامل واصرار وعمل وعزيمه، بزاف الاشياء اللي خداو على عاتقهم باش حققوا هذا النجاح هذا. واليوم انا كنفتخر بكم، وهذه الحلقه ايضا كنفتخر بها في مسار البرنامج، لانه في البرنامج كنستضيف نجوم من مختلف المجالات، ولكن اليوم الحلقه عندها طبع خاص، عندها لمسه خاصه بحضوركم ووجودكم معنا. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. عندي لكم واحد التحدي، ما عرفت واش ديروا ولا ما ديروش. حياتنا كلها تحديات. كلها تحديات، علاش ديروا تحدي؟ غادي نشوفوا واحد التحدي مع الابطال ديالنا، من بعد ما غادي نشوفوا واحد سكتش، نتلاقاو بعد الفاصل. ليلى مولاتي، كديروا شويه الرياضه؟ ويلي الرياضه ما تخطانيش. اش من نوع ديال الرياضه كديروا؟ كنديروا الجري. العدو الريفي؟ لا، العدو التبركيكي. كيفاش؟ بغات تقول لك زعما كنحدوه مع العدو. حنا من الرادار ديال الدرب، الكاميرا راه حيدو منين سكننا انا وهاد السكحه، كنجريو مع الميكاكح اللي فيها بطاطا خريز وليمون وخشف. شوف كنجريو مع كلشي، نجريو مع الكيرات مع الرجاله ديال الدرب، كلشي كلشي. حتى ما جريتيش البارح مع شرط حامل، ياك خاونوه من الحبل داك اللي فيه ثقبه في الجيب اللي مرشوش بجابي لبشا. هادي ما جريتش معاها. ويلي انا جريت معاه حتى نوصلو من الحبل، وكشي باعو في القريعه ب 670 ريال، ما لقاش عندو 10 سمح ليه فيها. امشى الصقع يعوم به في المحمديه، اتلاقى زدو مع احمد حيت فيه النيمون يعرف شورتو. والله يا الحاجه هادي الجريه، شتي الجريه اللي درتي ديال المسافات طويله 300 متر ومع الحواجز. ويلي انا القرب راه كيدير لي الدوخه. جري معايا هذا الحال فينا في موجه نبحث نلقاي ما مجبوش لا. يا ويلي انا جريت معاه في اللبون ما دارش الخاتم. انت انا قلت من حدو باقي نقي، باقي ما ضربش الكحل في البيض. ويلي اش كديروا الجزره؟ لا لا لا، انا كندوي لك على الجزره ديال الرجلين. الرجلي باقي كاع ما وصلنالي. الرجلي حنا راه خليناهم للبقالي، هلا ما شتيش على الدوره الاخرى كيتفكر بحال لمو راه سخرته على شي حاجه ونساها. كيعيط عيط جبد هذاك حمد اللي مدخل باكيه ديال البصله. والله الا هو جديد داك شريه من عند العربي. حمد الو القيد، حمد راه مدخل البصلانه جوج خنشات وغنبقى عايشه لك. وحيد حيد علاش ما يعطيونيش انا اللي نختار الفئيزي؟ نوطير انت نختار. ايوا ارتاح ارتاح عمي ارتاح ارتاح. نوطير عاد كنت عنده انا. هاك تفضل يلا. فيها كل شيء. سوينا ولدي. ودابا غنكتشفوا فائز جهه سطات الدار البيضاء. حيت انت عندنا ديما الاول. مع نمره وربحه ديال اورانج ما عليك غير تشارجي نمرتك ابتداء من 5 دراهم وباي نجمه باش تشارك وتحاول تربح موتور كل يوم. موعدنا الجمعه الجايه مع فائزين جداد. اورانج. ايوا ما شاء
الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صافي مرحبا. لا راه جاي عندي واحد السيد معايا واحد الصفقه غنبيع ليه اللعابه. واحد السيد من داكشي رفع مدخن. وحده اول مره غديري لونشي في حياتها، ساعه وهي مضاربه من وحده باش تلصقها. امين. دخل عليها با شاف عين زرقاء عين كحله قال الله بنتي تسكنات. اللي تهز ستيلو وترميه بالعاني تحت طاويله باش تهبط ليه بالعاني بحال اللي بتهزو وتخشي الفاني دف. صوفيا البقالي بشرى بيبان وخديجه المرضي في تحدي ديال لي بوكس. عرفتي شنو؟ انتم ابطال وعزاز عليا، ولكن التحدي انتم قبلتوا ديروه ياك؟ ضروري ماشي مشكل. في كل صندوق كاين واحد لي بياس خصكم تلقاوهم، والداخل خصكم تقولوا لينا شنو كاين بحاسه اللمس. اوكي نبداو مع بشرى بيبان. يلا. اوكي نحيد هذا. يلا اوكي. وعندك قنية. برافو عليك قنية. جات فيك هذيك السهلة بعدا، أما اللي جايين حدا. برافو. دابا نوبة ديال شنو كاين؟ صوفيا البقالي. شنو كاين بعدا؟ حيد هذا. لا لا بسم الله. داري هادشي كبير هنايا. اوه داري كبير هادشي هذا هنا. شنو هذاك الشيء؟ كلب. برافو كلب. لا لا كلا هذيك لابيس سي. هيا برافو. دابا غادي نشوفوا هاد البطل هاد البوكس اللي كتقاتل وكدير دي كومبا تبارك الله مع ابطال كبار، واش غتخاف ولا ما غتخافش؟ وانا عارف شنو كاين في داك الصندوق. يلا بانوا لي كيحبوا غفرت. كنت رعد اخويا. بسم الله. برافو. حمامه واقيله. برافو عليك. لا واحد طوير طوير طوير. غادي نمشيو دابا لهادو، وهادو هما ستاج صعيب دابا. يلا صفقوا عليهم اجيونا. ناري ناري قلبي سكت. يلا حالف علي يا رشيد فهلا تشونت. هادي حالف. يلا بشرى. لا الله عندك يا بشرى.
قطيطه. برافو. فين هذيك البياسه؟ ما لقيتش حتى بياسه هنايا. كاينه بياسه. او هيا. برافو. علي سفيان. هاد ما دار كاين شي حاجه ماشي تالي. ناري ناري سمعتي ناري ناري من دابا. لا ما تطلش ما تطلش هاك. بسم الله ناري. فار فار ماشي واحد بزاف بانوا لي انا. ناري عند كاين لا بيس فالا. برافو ناري فيرانا خويا. الله بالي بقات غا صعيبه باقي لها. ايوا يلا خديجة. رشيد. علي خديجة. انا خويا راجل شنو هذاك الشيء؟ ما عرفتيش دابا الا ما عرفاتش خصنا نحكموا عليها. او عرفتي باش نحكم عليك؟ تغني لنا الشعبي. الله 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 الله. واش اللي بالك؟ يا اما غتقول لي اش سميت هذاك الشيء يا اما بالي بحال فلوس ولا ما فلوس عادي؟ كاين واحد معنا سميتو عادي الفلوس كيخدم معنا ماشي هو. واخا غادي نعطيك الميكرو لانك ما عرفتيش الاسم. صفقوا عليه عافاكم. شنو غتغني لينا دابا رشيد؟ دابا حيت دابا واش غدير لي البوم ولا تا غني؟ حكمنا عليك حكمنا عليك شي حاجه ناشطه. شنو؟ الله الله يلا عجبتو. هاي
هذه 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 محترفة هذه. لا لا انت محترفة. لا خبك الله عليك. الله يبارك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليكم. غادي نمشيو دابا لواحد لو ميكرو تروطوار. سولنا الناس في الشارع وقلنا لهم عطيونا رايكم وكلمة في حق الأبطال ديالنا. نشوفوا تعليق ديال الجمهور في الشارع ونتلاقاو. احنا فرحانين بالميداليه الذهبيه اللي حقق سفيان البقالي، كذلك الميداليه الذهبيه اللي حقق فيه الاولمبياد. الصراحه احنا كنا متعطشين لهذه الميداليه من ايامات هشام القروش. احنا فرحانين بزاف بهذه الميداليه. فرحانين بخديجه المرضي اللي جابت لنا جوائز عالميه، وصراحه كتفرحنا كذلك على انها مراه مغربيه وتوجت في الرياضه. بشرى بيبانو هي مرأة مغربية وبطلة مغربية كبيرة شرفتنا وشرفت العالم العربي بتسلق الجبال، والرياضة ديال تسلق الجبال رياضة صعبة بزاف حتى على الرجال، ولكن بالنسبة يعني هذه بنت البلاد يعني دارت مجهود كبير ومجهود قوي باش يعني تقدر يعني فازت في هذه الرياضة، يعني شي حاجة إنجاز كبير بالنسبة للمغرب. في الحقيقة بالنسبة للسي سفيان البقالي هو مفخر البلاد، توج بميدالية ذهبية، وحنا ما كرهناش يكونوا بحاله كثير من هاد الرياضيين، لأن ما فرحناش بهاد الشيء ملي مشى عويطة وتابعوا القروج ما بقاش هاد الشيء كاع كنسمعوا به، إلا هاد الأيامات كنسمعوا به سفيان البقالي. بشرى بيبانو بطلة مغربية اللي شرفت المغرب، بطلة ديال تسلق الجبال، وتنتمناو لها التألق. الأبطال كاملين فيما كيتوجوا بشي حاجة، وخاصة ملي كيكونوا في بلادات أخرين وبشي حاجة، من طبيعة الحال حنا راه كمغاربة حنا إلى درجة كنا كنسهروا على شي فريق أو شي لعب القوى مثلا، كنا كنسهروا حتى بالليل باش كيكون في شي دوله اخرى غتلعب مثلا ثلاثه ديال الليل او جوج، باش نبقاو صارين كنشوفوا داك البطل المغربي او الابطال المغاربه فين داروا اشنا النتيجه اللي حصلوا عليها، غير ديما فين تنبغيو انا فين ما يكونوا شي بلاصه ديما كيكونوا عفوا بحق المغاربه كيتبعوهم، يكونوا ديما في الشعار ديالنا تنكونوا دائما الله الوطن الملك. كانوا هادو كلمات ديال الجمهور في حقكم، وتسهلوا اكثر لانكم كيف قلت كتشرفوا المغرب. بشرى بيبانو انت ما شاء الله عليك من دائما كتشرفي المغرب، وكان عندك شرف انك خديتي وسام الاستحقاق الوطني من درجه ضابط في عيد الشباب سنه 2015. عيد الشباب 2015 فعلا. شنو تقولي لنا على هذا الوسام هذا؟ هي في الحقيقة كانت لحظات مؤثرة في حياتي، وربما نقول كانت هذاك هو الحافز اللي خلاني نكمل رغم الصعوبات الكبيرة اللي كنت لقيت، لأن باش نلقى المدعمين كانت صعوبة كبيرة، وبقيت سنوات وأنا تنتقاتل بوحدي حتى لواحد الوقيتة قلت غادي نحط سلاح صافي وغادي نحبس، ولكن ملي جا الوسام الملكي بحال عطاني واحد الدفعة أنني نستمر، وما بقاش المشروع ديالي بوحدي، رجع نتاع بلادي، وداكشي علاش مشيت بعيد، وتنشكر سيدنا اللي كرمني وعطاني هذا الوسام. بارك الله عليك. الان غنهضر مع خديجه المرضي، شنو الان الخطوه الجايه ان شاء الله؟ شنو الحلم ديالك؟ الحلم ديالي وهو الميداليه الالعاب الاولمبيه 2024، حلم ديالي وحلم جميع الرياضيين اللي كيطمحوا انهم يشرفوا بلادهم. يعني ميداليه ذهبيه علاش لا، بديت بلا برونز، اول مراه مغربيه عربيه افريقيه اللي كدير برونز في روسيا في 2019. زدت لقب اخر اللي هو يعني ميداليه فضيه في بطوله العالم بتركيا لاول مغربيه اللي دارتها يعني في 2022، ودابا علاش لا ما نطلعش بوديوم في نيميرو اه بالذهبيه ان شاء الله. وعلاش كما كيعرفوني كنقول الذهبه. ان شاء الله نجيب الميداليه الذهبيه ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه. كلنا معك والمغاربه كلهم معك ان شاء الله، غادي نشجعوك وغادي نشجعوك ان شاء الله، ونتمنوا انك تفوزي باللقب ان شاء الله وبالميداليه الذهبيه. اذا سولت الان البقالي سفيان، الحلم ديالك الان؟ الحلم ديالي الان يعني جزء كبير منه تحقق، هو انني نصبح بطل اولمبي. ولكن واحد الحاجه اللي زوينه هو ان البطل الاولمبي جات في واحد السن اللي هو صغير،
الحمد لله 25 عام بطل اولمبي، يعني مازال فين نقدر نجيب جوج ميداليات اولمبيه في جوج دورات مقبله ان شاء الله، ومبقى دائما مخلي رايه الوطن دائما مرفرفه في العاب اولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. في الاخير ديال الحلقه انا عندي طلب واحد انا غنجمعه ساليت، ولكن قبل ما نساليو الحلقه غادي نطلب من خديجه المرضي تغني لينا. شنو بان لكم؟ ها باش نختموا الحلقه اليوم، اش بان لك نغني معايا؟